صباح الخير، معكم مهران صفوري مدير الارتباط والتنسيق بضواحي القدس. يوم الاحد تم افتتاح جميع المعابر لجميع القطاعات للدخول لاسرائيل. تعالوا نشوف سوا شو صار معبر قلمدي بعد الافتتاح. العودة اليوم كانت مريحة جدا، المعبر سالك، شعور العمال كثير مريح، رجعوا لأعمالهم، رجعوا لأشغالهم، رجعوا لأرزاقهم، كل أمورهم تمام بتصور. بعد 3 أشهر الواحد رجع لشغله ورجع لعمله، كثير احنا مبسوطين الحمد لله. يعني بعد غياب بشهرين عن الشغل وكان في البيت ما فيش واحد بيجيب مصاري وش، يعني الواحد مبسوط عشان رجع على الشغل تبعه. الحمد لله المعبر كويس وكل شيء تمام الحمد لله. اليوم ذهبي، اليوم احسن يوم، اليوم راح الى العمال وراح للكل، الكل اليوم مبسوط. كان امبارح ازمه عشان عوده العمال كلهم، اليوم احسن، المعبر احسن وكل شيء تمام. اليوم الثاني من بعد الكورونا العمال بلشت ترجع على عملهم مصالحهم، يعني ما بنقعدش ثواني، الواحد بخش على السريع. خدمه كثير حلوه، كثير يعني حتى الجيش بتعامل معنا بمعامل كثير حسنه منيحه، تسهيلات بتعامل حتى مع كبار السن، يعني بيطلع جندي لبرا بيقول يعني كبير في العمر بدخله بكل احترام. واحنا كاداره مدنيه طبعا بنعمل جاهدين من اجل راحه المواطنين وبالاخص معبر قلمدية. احنا راح نتواجد هون دائما وراح نساعد جميع المواطنين، ومهم لنا الكل يدخل بشكل مريح وسريع من اجل الدخول لاسرائيل، واحنا موجودين هون لخدمتكم دائما. واهلا وسهلا فيكم في معبر قلمدية.